بنت الابن ما فأكثر، بنت الابن فأكثر تأخذ السدس. إذا وجدت بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب ابن ابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر تأخذ السدس عند وجود شقيقة لها النصف وعدم المعصب أخ لأب فأكثر. نعم. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. نعم. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي التي. نعم، الأخت لأب هنا فأكثر مع الأخت التي أدلت بالأبوين يعني شقيقة. نعم، لها النصف الشقيقة والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. نعم. والسدس فرض جدة في النسب. الجدة تأخذ السدس عند عدم الأم. إذا الجدة فرضها الثلث؟ لا، سدس فقط. متى؟ عدم الأم أسهل ما يكون. نعم، ماذا؟ نعم، وصلت؟ عديت البحر الأحمر؟ أوقف، عديت أم لا؟ عديت البحر الأحمر ولا لسه؟ السؤال جاوبني يا أخي. ما عديت؟ لسه. تمام، معي؟ آخر مرة يا رجل. نعم. الجدة ترث عند عدم الأم فقط سدس. لا تأتينا إنسان يعطيها ثلث، الأم ثلث أو سدس، الجدة سدس فقط. نعم. واحدة كانت لأم أو أبي. يقول واحدة إما لأب أو لأم أو جدتين أو ثلاث جدات سيأتي بإذن الله. نعم. ولد الأم ينال السدس. ولد الأم أخ أو أخت لأم منفرد، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، منفردا سدس، جمع ثلث، نفس الشروط. نعم. والشرط في إفراده لا ينسى. قال لا تنسى الانفراد في ولد الأم والجمع الثلث. نعم. وإن تساوى نسب الجدات. هذا مبحث جديد في الجدات نتركه الآن، نراجع ثم نتكلم في الجدات إن شاء الله تعالى. ماذا أخذنا؟ نعم الشيخ، أوقف، تنشيط الدورة الدموية، أوقف. نعم. ها جدتها رجلها تمام. وغيره متى ترث الجدة؟ الجدة في حالة عدم وجود الأم. لا تقول عدم وجود، قل عدم الأم وارتاح، خير الكلام ما قل ودل. تمام، عدم الأم. الله يفتح، اجلس. نعم الشيخ، ايش اخذنا؟ ماذا اخذنا؟ اي من اول جيش اخذنا اي فائده واحده يحسن السكوت عليها. الله يفتح عليك. كم عدد اصحاب النصف؟ الله يفتح، اجلس، فتح الله عليك. ها الشيخ، ماذا اخذنا؟ كم؟ خمسة. أصحاب الربع. ربع اثنين. والثمن. ها؟ ثمن. واحد أرامل، والربع اثنين، والثلثين كم؟ ثلثين أربعة. تمام، أصحاب النصف عدد الزوج جمع، وأصحاب الثلث. الثلث اثنين. الأم والجمع من آخر الأم، وأصحاب السدس. آخر كلام. أصحاب السدس ستة وسبعة وثمانية. كلام أخير؟ أجلس. نعم الشيخ، ماذا أخذنا؟ وإيش؟ قرب علينا شوي، قرب. أصحاب من؟ ما بهم، كم عددهم؟ يا رجل اتق الله الآن. قال أصحاب السدس كم؟ خمسة ستة سبعة، اختار. سبعة. تمام، وهم ها ابن ما ذكرناه في أصحاب الفروض ولا يذكر في الفروض أبدا الابن ولا ابن الابن.
الأب والجد والأم والجدة. أشوف أنا عد عد بعدي. الأب والأم والجد والجدة. بنت الابن فأكثر، أخت لأب فأكثر، ولد الأم. أب، أم، جد، جدة. بنت ابن فأكثر، أخت لأب فأكثر، ولد الأم. بسم الله. والجدة. بنت الابن فأكثر، أخت لأب فأكثر، ولد الأم. الله يفتح عليك. نعم إخواننا، لا إشكال الآن، يعني أول درس ما تحفظ، ثاني درس تشارك، واحدة واحدة تمشي الأمور بإذن الله تعالى. هذا هذا إخوان أنت. أي نعم، ماذا أخذنا وغيره؟ إيش أخذنا؟ أي شيء. ما ذكروه واللي ذكرته أنا. طيب أعطينا من الخير والبركة. أجلس، الله يفتح عليك. نعم الشيخ، ماذا أخذنا؟ الثلث لمن؟ والجمع من الإخوة لأم. الأم متى تأخذ الثلث؟ عدم الجمع من الإخوة، وعدم الفرع الوارث، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين والعمريتين. من يذكر لي الغراوين والعمريتين؟ نهى الشيخ. زوجة. أوقف. أحد الزوجين مع الأبوين وانتهى الأمر. زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. تمام. ها الشيخ. وهم الزوج متى يأخذ النصف؟ يا أخي عدم الفرع الوارث وارتاح، عدم وجود، عدم الفرع الوارث. يقول هلك هالك. الهالك ما يهلك يا إخواننا، مات ميت، هو ميت أصلا، كيف يموت؟ صح. يقول هلك هالك، ممكن الشيخ؟ لا، ما هو صحيح. بس صحيح يقول هلك هالك. يا أخي الأولى أن تأتي بما ذكر الله. الله إيش قال؟ إن امرؤ هلك، تقول هالك عن، صح؟ هلك هالك يا رجل، اتق الله. صح، تمام، تقول هلك امرؤ عن، إن امرؤ هلك، صح؟ أما تقول هلك هالك، مات ميت، ما يموت ومات، صحيح؟ التطويل بلا فائدة. نعم. وإن تكن من أصلها تصحوا، فتركوا تطويل الحساب ربحوا. ليش تطول علينا هالك هالك، عدم وجود، عدم الفرع الوارث انتهى الأمر. صح؟ صح. عدم إيش؟ الوارث. فين؟ الزوج. الزوج يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث. وجد فرع وارث يأخذ ربع. الزوجة تأخذ الربع عند رجعنا عدم وجود، عدم الفرع الوارث. وجد فرع وارث، تمام. بنات، بنات الابن، أخوات شقيقات، أخوات الأب ثلثين. بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت الأب نصف. جمع ثلثين. انفراد مع عدم المعصب وعدم من تقدم نصف. تعال إخواننا، أسهل ما تكون الشروط هذه. تحفظ شروط تحل التمارين بإذن الله، واحدة واحدة. نعم، كم بقي؟ على الفجر؟ كم باقي؟ ها؟ طيب، إذن أخذنا أصحاب النصف خمسة، أصحاب الربع غرفة الزوجية، ثمن غرفة أرامل، ثلثين أصحاب النصف عدا الزوج. شروط نفس الشروط، لكن يتغير شرط واحد، عدم مماثل، وجود مماثل. أصحاب الثلثين الأم والجمع الإخوة لأم. أصحاب السدس كم؟ سبعة. تمام. يبقى معنا الجدات. الجدة تأخذ السدس عند عدم الأم، عدم الأم. الجد عدم الأب. يقول إذا انفردت الجدة تأخذ سدس، واضح؟ جدة، أم، 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 أب. شوف المراتب كم؟ درجتين درجتين، نفس الدرجات. أم، أم، وأم،
أب، سدس واحد مناصفة بينهما، مفهوم؟ وإن تساوى نسب الجدات أم أب وارثة، هذه وارثة أم نعم، وهذه وارثة أبو الأم يرث، راح جاب أمه وقال ورثوا لي أمي، نقول لا أنت ترث ولا أمك بسلامتها ترث، مفهوم؟ ما ذكرنا أبو الأم في الوارثين، راح جاب أمه يبغى يورثها، ما يقول لا أنت ترث ولا أمه، مفهوم؟ من أم أبو الأم، ما شاء الله أبو الأم يرث، أبو الأم يرث، أمه ما ترث من باب أولى، وكل من أدلت بغير وارثه فما لا حظ من الموارث، ما ترث، تمام. أم كم درجة؟ أم أب كم درجة؟ فين القريبة؟ هذه ترث وهذه ما ترث، أم أب، أين القريبة؟ هذه ترث وهذه، مفهوم؟ دائما القريبة تحجب البعيدة، تساوى اقتسمنا السدس، كل من أدلت بغير وارث لا ترث، من هي؟ أم أبو الأم، مفهوم؟ موت نفسك تعرفها إن شاء الله، خلاص؟ لا تدور وراء غيرك، نعم. وإن تساوى نسب الجدات، نعم. أحسن الله إليكم. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. أم وأم أب. نعم. فالسدس بينهن بالسوية. سدس واحد مقاسمة. في القسمة العادلة الشرعية. نعم. وإن تكن قربى لأم حجبت. أم أب. قربة حجبت البعد، نعم. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت أخذت، نعم. وإن تكن بالعكس فالقولان العكس، أم أب، لا أم أم أب، أين القربة هنا؟ إذن هذه ترث وهذه بعدا لا ترث، نعم. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لتسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. اتفق جل أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع على تصحيح هذا القول، نعم. والصحيح ما ذكرنا، القربة تحجب بعدا وانتهى الأمر، امشي اقرأ رجل، اقرأ رجل. وكل من أدلت بغير وارث، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. أبو الأم لا يرث، أم أبو الأم من باب أولى، نعم. وتسقط البعد بذات القرب في مذهب الأولى، فقل لي حسبك. هو قال قل لي حسبي، قال حسبك، انتهى، نعم. وقد تناهت قسمة الفروض، أقول تناهت، تمت قسمة الفروض، انتهينا الحمد لله من غير إشكال ولا غموض، يقول واضح سهل الفرائض، لكن احفظ، مفهوم؟ نعم، من غير إشكال ولا غموض، انتهينا من الفرائض الحمد لله، الفروض المقدرة انتهينا منها، يبقى باب التعصيب هذا باب آخر، نعم. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، ولله الحمد. طيب الآن إخواننا أنا أترك لكم يعني 10 دقائق تفتح الكتاب وتحفظ أصحاب الفروض مع الشروط، بين الأذان والإقامة نسمع لكم. تبغى تكون قزم حياتك كاملة؟ لا يا أخي، احفظ، شو يمنعك من أنك تحفظ؟ صح؟ ها؟ في مانع من الحفظ؟ ما يمكن، ما يوجد مانع، إذا كل واحد يفتح الكتاب ما أحد يتكلم مع زميل ولا أحد يعدل البحر الأحمر، لا أنت كذا، نعم. طيب
يعني 10 دقائق ربع ساعة معكم إلى يعني هذا وقت درس الآن، هذا الوقت 10 دقائق اعتبره وقت لك للدرس. طيب لا تكلم أحد ولا جوال ولا شيء. والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خير.